كنظن ندوة مهمة. لماذا؟ لأنه الآفة ديال الفساد هي آفة عالمية مرتبطة يعني بنظام النيوليبرالي، واللي اعتمد من ضمن الطرق باش يخترق يعني أسواق جديدة، وهو اللي كيعتمد على يعني المسألة ديال المنطق ديال الربح. واحد العدد ديال الشركات كبيرة دولية يعني انتقلت إلى دول نامية بحثاً عن اليد العاملة الرخيصة، ولكن في هذا الإطار ماشي فقط البحث عن يد عاملة رخيصة، ولكن كذلك محاولة تجاوز دفاتير التحملات، ومحاولة يعني استغلال بعض الدول اللي هي يعني ما كتكونش صارمة في مجال احترام القانون، ولهذا كيكون هناك أرباح متراكمة اللي هي كثيرة. اليوم هذه الآفة يعني المعالجة ديالها أصبحت ضرورة ملحة، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي، حيث أنه صندوق النقد الدولي قال بأنه الآفة ديال الفساد اللي ماشي هي غير رشوة، ولكن كل الأشكال ديال استغلال النفوذ، أنها كتكلف على المستوى العالمي 2% من الناتج الداخلي الخام العالمي، يعني تكلفة كبيرة كتضيع إمكانيات ديال 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 التقدم وديال التنمية بالنسبة لواحد العدد ديال الدول. إذن الجهد اللي خصو يتدار اليوم هو جهد عالمي، خصو يكون فيه تعاون، خصو يكون فيه تشبيك. المداخل يعني تم التحديد ديالها، اولا خاص يكون اعلام حر، لان الاعلام هو الاساس باش يمكن لنا نفضحوا هذه القضايا ديال الفساد اينما وجدت، ونسالوا يعني الدوله والقضاء باش يمكن له ياخذ الطريق ديالو. كذلك نسائل المؤسسات الدستوريه اللي من يعني المهام ديالها انها تحارب الفساد وتضمن الشروط ديال 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 النزاهه، والشروط ديال 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 انه تكون الشفافيه في الصفقات ولا في السياسات العموميه اللي هي كتطبق. من ناحيه ثانيه خاص النزاهه ديال الموظفين. الموظفين يعني في فرنسا مثلا الوسابان اللي تحطات في 2017 كتحدد واحد 8 ديال المداخل الاساسيه، من ضمنها التحسيس، من ضمنها كذلك يعني انه نبينوا بانه كاينه امكانيه ديال الزجر داخل المقاولات، ولكن كذلك كاين هناك قوانين اللي هي صارمه من اجل يعني الضرب على ايادي الناس اللي كيتلعبوا بالاموال العموميه، واللي يعني ما كيحترموش المناصب ديالهم وكيخضعوا لهذا الشيء ديال الارتشاء، وهذا الشيء ديال انهم يسهلوا بعض الامور اللي هي غير قانونيه. اذا حنا في بلادنا كنظن بانه المحاربه ديال الفساد هي قضية ديال الدولة وديال المجتمع. الدولة اللي خصها أنها توضع قوانين صارمة وتصلح القضاء وتصلح البلاد يعني على مستوى الديمقراطي، وأنه كذلك هذه قضية مجتمع باش يمكن لنا حتى حنا نحافظوا على المبلغين على الفساد، لأن هذه قناة من القنوات الأساسية باش يمكن لنا يعني نتقدموا، لأنه واحد العدد ديال الدول وهي تتشوف الثنائي استبداد فساد مرتبط جدا، كتقول بانه لا بغينا نبنيو الديمقراطيه ونقضيو على الاستبداد، خصنا نحاربوا الفساد، والفساد خص طيح بعض الرؤوس الكبيره ديال الفساد اللي هي على راس مقاولات كبيره في اوروبا. كيقولوا يعني هذا الشيء غيطبق بالنسبه للمؤسسات والمقاولات الكبيره اللي كتشغل اكثر من 500 ديال الناس، واللي هي كتدير واحد الارباح اللي هي طائله. هنا في بلادنا انا الاوان باش تدار واحد يعني استراتيجيه. مع كل اسف شفنا كانت هناك واحد اللجنه، واحد استراتيجيه سميت بوطنيه يعني تنزلت في المغرب 2015 وكان خصها تمشي حتى 2025. هذه الحكومة اللي جات يعني حلتها هذيك اللجنة، وكذلك هذه الحكومة اللي جات يعني سحبات المشروع ديال 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 إصلاح القانون الجنائي واللي فيه يعني تجريم لإثراء غير المشروع، وسحبات كذلك قانون متعلق بالملك العام، سحبات كذلك قانون متعلق باستغلال المناجم، وهذا الشيء كله كيبين بأنه احنا مازالين بعاد، وخصنا نفكروا كمجتمع مدني وكأحزاب جادة يعني بأننا خصنا استراتيجية حقيقية يتشرك فيها المجتمع المدني، ولكن الدولة تحمل فيها المسؤولية الكاملة، لأن هذا الشيء هو اللي غادي يسمح لنا غدا باش يمكن لنا نتقدموا باتجاه بناء دولة قوية ديمقراطية، ولكن كذلك نجو التنمية، لأنه الهدر ديال الأموال العمومية كبير وكبير بزاف، ومرتبط بالريع، مرتبط يعني استغلال النفوذ، مرتبط بواحد العدد ديال الامتيازات اللي كتعطى في بلادنا، وما كاينش المتابعة وما كاينش المراقبة الصارمة اللي اليوم خصنا نكونوا كلنا مطالبين بها.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.